السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من بصحه وراحه. اليوم حلقتنا زوينه زوينه، جمعه طيبه عليكم وعلى جميع الناس. اكيد في المغرب كلنا عاملين الكسكسو المغربي، ما كرهتش انا نكون عامله، لكن اليوم غنعملوا وصفات زوينه 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 بزاف. هنعمل الكبسه بالدجاج، حلوه جدا. هنعمل تارت الموز وهنعمل خليط النحل، يعني هنعمل شويه وصفات النهارده من دكش الرفيع، وهتكون حلقه مميزه جدا 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 جدا، وانا متاكده من ده. اول وصفه عندي وهي الكبسه. تعالوا بينا للمقادير بتاعت الكبسه اللي هي فعلا من الوصفات الحلوه جدا، ودايما بنحب اننا نعمل حاجه كتغيير. بنروح للاكلات الكبيره، الكبسه، المندي، الرز البخاري، الحاجات دي بتبقى حلوه جدا وتبقى تغيير، وطعمها بالتوابل اللي بتبقى فيها الطعم العربي الاصيل بيبقى الموضوع رائع جدا صراحه. هحتاج دجاج، ممكن تتعمل بالفراخ او باللحمه، بس النهارده انا عاملاها بالدجاج، بتبقى حلوه جدا. هحتاج الفراخ بتاعتي، لازم نعملها في محلول 20 دقيقة روزماري عشان يفتت الأنسجة ويطرد كل الروائح والزفارة اللي فيها. جنزبيل بيساعد على انه يشيل الزفارة تماما وينهي الريحة بتاعتها، وشوية ملح خشن، عصير ليمون او عصير او خل، يعني الاثنين ينفعوا. ننقعهم 20 دقيقة، بعد كده نشطف الفراخ بتاعتنا بمية جارية. هحتاج كمان معلقة كبيرة من البهارات المشكلة، هنحتاج ممكن ننزل مقادير تاني، وهنحتاج بصل مفروم ناعم جدا، صلصة طماطم، عواد قرفة، سمنة، عندي كمان طماطم مفرومة ناعم جدا، ورق لورا اللي هو ورق الغار أو ورقة موسى، كمان عندي حبوب فلفل أسود، حبهان، وقرنفل. بالنسبة للتتبيلة كمان عندي معاهم كزبرة ناشفة، كمون، وكركم للدهن، فلفل حار حسب الرغبة، والرز الحباية الطويلة أو رز بسمتي اللي توفر عندك. الرز بيتنقع مدة نص ساعة، البسمتي أو الحباية الطويلة نص ساعة في مية باردة من الحنفية، مش فترة لأنه هيكسر لي الحباية. أغسله كويس جدا، وبعد كده أنقعه نص ساعة، وبعد كده أنشف الرز، أصفيه وأنشفه حلو جدا لحد ما يبقى معايا ناشف مرة تانية. طيب، اول حاجه عندي او اول خطوه هنعملها وهي تتبيل الدجاج. هنتبل الفراخ بتاعتنا بايه؟ طيب يا زوزو، هتتبليها بايه؟ هتتبليها يعني بحاجات معينه، ملح، فلفل اسود، كزبره ناشفه، كمون، بهارات، وكمان كركم، بس كده. وهقسم الكركم بتاعي، هاخد شويه كده على جنب، هحطه هنا كده على جنب، بعمله الايه، بخليه للاخر خالص عشان ادهن بيه الفراخ بتاعتي. هاخد الدجاج اهو، بحط الدجاج بتاعي هنا، اقوم جايبه شويه من الزيت العادي او زيت نباتي على حسب. انا هاخد هنا شويه زيت عادي اهو، زيت نباتي قصدي، او زيت زيتون، سوري معلش. هاخد هنا الكزبره الناشفه، كمون، توابل دجاج طبعا، لو عندك توابل الكبسة يا ريت، هنا كركم، وخلاص على كده، والملح والفلفل الأسود ده حاجة أكيدة. يلا بينا أهو، الملحة والإبزار. يعني الطعم بيبقى بصراحة حلو جدا ورائع رائع 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 رائع، وبيديكي تيست، يعني الكبسة دي بالذات بتديكي طعم حلو قوي وسهلة جدا، بنعملها بطرق بسيطة خالص. أبتدي أتبل بالشكل ده، اخلي التتبيله كلها، عارفين يعني، تخش كده جوه الفراخ بتاعتي بالراحه لحد ما تتبل معايا. يعني احنا مش ورانا اي حاجه، بناخد كده ونخليها تتبل حلو قوي. المرحله اللي هي بتتبل معايا من جوه، من بره اخلي الفراخ سليمه او اقطعها براحتي، بس يفضل انها تتقطع انصاف بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. مريان سلام عليكم. الحمد لله. ازيك يا حبيبي؟ كويس. كل سنه وانتي طيبه. انت طيبه. قولي لي يا قمر، انا عايزه اعرف طريقه تعمل تشيز كيك. عينيا الاثنين، احلى تشيز كيك لاحلى قمر من عيوني. ننزل احلى تشيز كيك. هنا عندي في الحله بتاعتي حطيت شويه زيت، ما يعادل قد ايه؟ ما يعادل فنجان. سوري. ما يعادل فنجان معايا بتاع الزيت، زيت نباتي او زيت عادي براحتكم، زيت نباتي او زيت زيتون، مش عارفه ليه راه ظابطه معايا، بس يلا.
هنا عندي تبلت التتبيله بتاعتي اللي هي ملح فلفل اسود كزبره ناشفه وكمان شويه من الكمون وشويه من التوابل والكركم، توابل مشكله وكركم. عندي بقى البهارات اللي فاضله اللي هي ايه؟ اللي هي عواد القرفه، الحبوب بتاع الفلفل الاسود، الحبهان، الحبهان اللي هي حبه الهيل او قعقله، والقرنفل. دول منكهات بيدوني نكهه حلوه جدا. هحط ورق اللورا وهزود هنا، احنا عارفين الطعم العربي بيبقى عايز شويه بهارات حلوين، بهارات حلوين عشان يدوني النكهه القويه جدا. ممكن كمان اضافه شويه المستكه هتبقى معاكم حلوه وهتبقى جميله براحتكم خالص. هاخد شويه سمنه اضيفها كمان معايا عشان تديني النكهه وخلاص على كده. هعملها هقلبهم، هحس ان التوابل بتاعتي بتتحمص معايا او بتديني الطعم بتاع التحميصه، يعني بشم الريحه بتاعتها. وابتدي انزل اهو، هبتدي انزل بالفراخ بتاعتي. هحمرهم حلو جدا لحد ما ياخدوا معايا اللون الجميل. واخد بالي دايما لازم استنى الفراخ بتاعتي لو حطيتها على الجلد بتاعها، اول ما احطها استنى عليها دقيقتين ثلاثه اقل حاجه، لو شوايه هستنى عليها بالخمس دقائق عقبال ما تبقى معايا مظبوطه وتبقى معايا حلوه. طيب ليه يا زوزو؟ عشان خاطر لما بنيجي نقلبها مره واحده بنقطع الجلد بتاعها كله واحنا في غنى عن ذلك. هقرب المكونات بتاعتي بس جنبي هنا وهنسيب بس الكركم على جنب لوحده. كده الفراخ بتاعتي ابتدت تتحمص معايا وانا شم الريحه ومعليه النار. انتوا شغلوا بنار متوسطه عشان تبقى معاكم حلوه وجميله. اهو نبتدي نقلبها نخليها تتحمر معانا حلو. وهي بتتحمر ببتدي اعمل ايه انا في المرحله دي؟ ببتدي اخد البصل اهو، شوفوا البصل بتاعي، بننزل بالبصل بتاعنا بالشكل ده، الفلفل كمان الحار، وهو شوفوا، وبنحط كمان الطماطم بتاعتنا عشان تديني الصوص الحلو جدا. عايزه اقول لكم الريحه حاجه قويه قوي 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 قوي. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هوزع الطماطم دي وهاخد شوية من الصلصة بسيط عشان انا بحبها تتبل معاها، وهسيب الباقي للمية السخنة اللي انا هحطها فيها. يعني لازم اسيب المية السخنة بتاعتي تكون تغلي حلو جدا، وباجي لما انزل بصلصة الطماطم بنزل بيها في الاخر، بس انا بقعد اتبل فيها لحد ما تتشوح معايا كلها وتبقى حلوة. الرز بنسيبه لحد ما الفراخ بتاعتنا تستوي، وده الطبيعي جدا. هبتدي اقلب الدجاج بتاعي، تعالي ايوه، الله الله على الروائح. الملح برضو بتظبطيه، باخد شوية من البصل والطماطم وبنزلها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، واخليها هنا اقفل عليها لحد ما تتشوح معايا حلو جدا. طيب بعد ما بعملها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده بعمل ايه؟ كل اللي انتوا بتعملوه بتقفلوا عليها تسيبوها تتشوح كده، والبصل والطماطم تبقى معاكم جوسي كده وتنزل العصارة بتاعتها، بنزود المية المغلية وبنزود صلصة طماطم. طبعا كل ده هنعمله مع بعض، لكن عايزة اقول لكم حاجة، الكبسة ليها كذا طريقة ممكن نسوي بيها الكبسة بتاعتنا. يعني ممكن اشوح هنا واحطها تكمل سواها مثلا زي فكرة المندي في الفرن، وده اللي احنا هنعمله النهاردة. مش هسويها في الحلة بس، لا ده انا هديها بس الغلوة بتاعتها الاولانية وهكمل السوا. فين السوا؟ مش في الحلة، السوا في الصينية بتاعتي. بس كده تيجوا نروح فاصل ولا ايه رأيكم؟ يلا بينا فاصل ونرجع لكم على طول، تابعونا. رجعت لكم من الفاصل، تعالوا شوفوا معايا الريحة الجميلة الحلوة اللي تجنن. بصوا المنظر، يا الله، حاجة مغرية، حاجة تشهي فعلا. طعم يعني عايزه اقول لكم الطعم احلى كمان من الريحه بكتير جدا. الموضوع يا الله يا الله. بصوا انزل بالصوص دايما، تمام. طيب
دلوقتي عندي نقطة مهمة جدا عايزة أقول لكم عليها، إن الفراخ بتاعتي ممكن أعملها بالشكل ده وانزل بالمية عليها أخليها تغلي شوية، ممكن أكمل لها السوى بتاعها في الصينية أو في الطاسة بتاعتي. أنا هعمل إيه دلوقتي؟ هاخد طبعا ناخد الدجاج بتاعي أهو، ثانية واحدة، ناخد الفراخ اللي شوحناها كده في طبق نحطها على جنب، ايوه تعالي، ونقوم عاملين ايه؟ واخدين الرز، شوفوا بقى الطريقه دي حاجه روعه 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 روعه، يعني حاجه من الحاجات الحلوه جدا. باخد الرز بتاعي واقلبها تقليبه بسيطه بالشكل ده، اخليه ياخد الطعم كله، وهزود عليه المية، بس هزود عليه المية في الحلة، لا انا هزود عليه المية في الصينية بتاعتي عشان يديني طعم حلو جدا وتستوي في الفرن والموضوع يبقى رائع. ونفس الفكرة، يعني نفس الموضوع، السوى بتاع الرز بتاعي نفس الموضوع، بيبقى زي وزي يعني المية مش بزود كتير قوي، لا المية اللي في الفرن زي المية اللي في الحلة عادي جدا. هبتدي اعمل كده ونبتدي ناخد فين اهو، ناخد الرز بتاعنا وننزل بيه كده كل الرز بتاعنا. الطعم حاجة حلوة جدا، ممكن تعملي الرز بالفلفل الحار، وممكن تعملي الرز ميبقاش مشطشط معاكي بفلفل رومي، وممكن تلغي الفلفل تماما. احنا بنعملها بطريقة لطيفة، قلتولي عايزين نعمل كبسة في الفرن، قلتلكم حاضر عينيا الاتنين هنعمل كبسة في الفرن، يعني هيبقى معاكم الموضوع تاستي جدا وغادي يعجبكم بزاف صراحة. هنا وزعت، الله الله، اوكي وزعناها بالشكل ده. طيب هيجي دلوقتي دور الميه بتاعتنا، هننزل بالميه بالراحه اهو، بس كده كده انا نزلت بالميه بتاعتي. بعمل كده ضروري من العادات بتاع الرز او من الاساسيات بتاع الرز، لازم نسويه تسويه حلوه، لازم نسويه، يعني لازم اعمله كده، لازم افرشه واخليه ما يبقاش مكبوس معايا، لازم اعمله بالشكل ده. هاخد في المرحله دي، خلينا نعمل كده، ايوه، هاخد فويل، هحط الطبقه الاولانيه والفويل الطبقة الثانية، خلاص حطينا طبقتين بالشكل ده. هبتدي أقفل الرز حلو جدا جدا، يعني لازم يتقفل حلو قوي، لازم البخار بتاعه يبقى موجود فيه عشان يلحق يستوي معايا. هاجيب سكينة زغنطوطة وهبتدي اعملها بالشكل ده، شايفين المنظر اهو، بنفس الطريقه دي بعمل مصفه بنفس الشكل ده، ما تبقاش خرام كتيره قوي، يعني يبقى الموضوع معايا في اللطيف. وهاجي بالدجاجه بتاعتي وهنزل بيها بالراحه كده، شايفين المنظر رائع 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 رائع. دلوقتي في عندي مرحله تانية، وهي ايه؟ وهي اني لازم اخد برضو فويل، بس المرة دي طبقة واحدة، خلاص هما ثلاث طبقات مش هنزود عن كده، طبقتين عشان يحمولي الفرخة ما تنزلش جوه الرز، والطبقة الثالثة برجع اغلف بيها بالطريقة دي، نفس الفكرة اللي سبق وعملناها في المندي، عشان يعني دي هتستوي بالبخار بتاع الرز، لكم ان تتخيلوا الموضوع هيبقى عامل ازاي. هنوديها للفرن وهتقعد معانا قد ايه؟ هتقعد معانا 45 دقيقة، ممكن نزودها 10 دقايق من عندنا احنا، ويبقى معاكم الموضوع لطيف جدا وحلو قوي قوي قوي. يلا بينا على الفرن على طول اهو، شوفوا المنظر كده، نحطها في النص ونسيبها على طول. دلوقتي كمان عندي وصفة حلوة جدا، الوصفة اللي عندي دلوقتي وهي ايه؟ الوصفة اللي عندي خلية نحل،
كلنا بنحب خلية النحل وكلنا بنبقى عايزين نعملها وتبقى معانا هشة وطرية جدا. يلا بينا ننزل بالمقادير لانها فعلا حلوة جدا ورائعة جدا جدا جدا. خلية النحل ممكن تعملوها حلو وحادق، ممكن نحشيها حاجات حلوة وحاجات حادقة. النهاردة انا اخترت الجبنة، انتوا ممكن تختاروا اللي انتوا حابينه. 3 كوبايات من الدقيق، الدقيق يكون متعدد الاستعمالات وننخله كويس جدا. الدقيق كل ما كانت الحباية فاتحة كل ما كان معايا الموضوع احلى. ممكن استبدال الدقيق باي نوع من انواع الدقيق اللي انتوا عايزينها براحتكم خالص، مفيش اي مشكلة. 1/2 كوباية من الزيت النباتي، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، 1/2 كوباية من الزبادي اللي هو الياغورت، ومعلقة من البيكنج باودر معلقة كبيرة من البيكنج باودر، معلقة كبيرة من العسل، ومعلقة صغيرة من الملح، مية دافية للعجن. الحشوة عندي هنا جبنة كريمي، ممكن تعملي شوكولاتة كريمي، ممكن تعملي لحمة مفرومة، ممكن فراخ مفرومة، ممكن تونة، ممكن ما تحشيش حاجة خالص، براحتك على الآخر. للوجه بندهن صفار بيضة واحدة بس، يعني مش كتير، ما يبقاش معانا الصفار كتير، ومعلقتين كبار من الحليب، نخفقهم مع بعض ويبقوا معانا حلوين جدا، ومعاهم رشة من الحبهان المطحون، بيديني تيست بصراحة حلو قوي. للتقديم بناخد سيرب، بندهنها من الوش سيرب، ونقوم سيرب بيكون خفيف خالص معاكي، او عسل حتى لو عايزة، او ولا اي حاجة، معاهم شوية فستق مجروش او مطحون يترش على الوش. يلا بينا. اول حاجة بعملها بحط كل المكونات على بعضها، يعني مفيش حاجة على حاجة، كله على بعضه. الزيت، حطيت الدقيق المنخول، منخول يعني مغربل، الزيت، البيكنج باودر، الخميرة، هنا كمان عندي الملح، زبادي اللي هو الياغورت، ونجيب معلقة للعسل بتاعنا عشان ينزل على طول. اهو شايفين، لازم نتقيد بالمقادير عشان يبقى معانا الحاجات مظبوطة وحلوة وتبقى معانا الوصفة بالملي. هنا هقفل بالشكل ده وابتدي اعجن. خلوني اشوف اهو، هبتدي اعجن فيها بالراحة خالص وانا بلفها كده، وببتدي انزل بالمية. دايما المية تكون دافية معانا، دافية مش باردة، دافية، واقوم عجناها بالشكل ده بالراحة، منزلش بالمية مرة واحدة فتبقى صايصة مني قوي، لا بنزل بيها زي القطارة. ببتدي في الاول بعجن بالراحة خالص عشان الدقيق ما يطرش على ايه، ما يطرش على الرخامة بتاعتي او على الكاونتر اللي انا بطبخ فيه او بعجن فيه او على المطبخ، يغرق لي الدنيا كلها وتبقى عندي سحابة دقيق ويبوظ الدنيا خالص. لا بعجنها حلو جدا واخليها اهو، بعجنها حلوة قوي في الاول، اخلطها لحد ما المكونات تتخلط مع الدقيق فالدقيق ما يترش معايا، وبعد كده ابتدي ازود المية واديها مساحتها في العجن. عجنها حلوة قوي 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 قوي، مدة قد ايه؟ مدة 10 دقايق، وهي بتتعجن حلو جدا على سرعة عالية مش سرعة متوسطة. يلا بينا. عجنت العجينة بتاعتي وبقت معايا حلوة جدا. من اهم الحاجات في العجينة بتاعت خلية النحل انها تتخمر حلوة قوي، تتخمر قبل وتتخمر بعد. قبل وبعد ايه هوريكم دلوقتي. بحضر بولة وارش فيها الدقيق، تمام، واقوم جاية للعجينة بتاعتي اللي هي طرية جدا 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 جدا، واخدها بالشكل ده وابتدي انزل بيها هنا. هوريكم دلوقتي حالا العجينة بتاعتنا. العجينة بتبقى طرية جدا، بنقوم واخدينها بالشكل ده عشان تبقى معاكم العجينة بتاعتكم هشة وحلوة وجميلة. اهو
خدت العجينة بتاعتي بالطريقة دي، برجع تاني أقوم نازلة بالدقيق عليها، شوية دقيق حلوين، وما افضلش أقلب فيها يعني كتير، أهم حاجة تتغلف بالدقيق من بره ومن جوه حلو جدا، وابتدي أعملها كده. العجينة طيب يا زوزو هتبقى بتلزق معايا؟ لا ما تقلقيش خالص، بصي العجينة طرية جدا وخلاص، وانس إننا غلفناها بالدقيق هي مش هتترش معايا، مش هتلزق معانا في الايد نهائيا. خلاص هغطيها بفوطه واسيبها تتخمر معايا مده حلوه، مده حلوه قد ايه؟ 40 دقيقه، حلوه جدا، هتلاقي الحجم تضاعف. ايه سلام عليكم. الو الو، ازيك يا ايه؟ ازيك؟ عامله ايه؟ عامله ايه يا حبيبه قلبي؟ اخري كله حلو يا رب يخليك، انت اللي حلوه وجميله، اؤمريني يا حبيبي. كنت عايزه اسال على طريقه البيتزا. عينيا الاثنين، احلى بيتزا دلوقتي حالا ننزلها لك. بغطي العجينه بتاعتي واسيبها تتخمر معايا 40 45 دقيقه، بلاقي الحجم بتاعها اتضاعف كده. اهم حاجه ما اخليهاش معايا او ما احطهاش في حته تكون يعني باردة فيها رطوبة، بحطها على المطبخ كده، ما تبقاش جنب التلاجة وما تبقاش جنب البوتاجاز، كده على جنب بعيد شوية، وأقوم مغلفاها وسايباها. بلاقيها اتضعفت معايا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، يعني بيبقى معايا الموضوع لطيف جدا وحلو جدا. بنبتدي ساعتها نعجنها ونشكلها على شكل كور، وهوريكم دلوقتي حالا برضو ازاي هنعملها وازاي هنشكلها، الموضوع لطيف جدا وخصوصا في الفطائر. ناس كتيرة جدا بتعمل الوصفة بس لما ما بتخمرهاش حلو جدا، او للأسف لو الخميرة معانا مش حلوة بايظة معانا وهنتكلم عليها دلوقتي، فبنلاقي الموضوع معانا باظ تماما. احنا عايزين اول حاجة نتقيد بمدة التخمير، دي أول حاجة. تاني حاجة الخميرة لازم أحطها في شوية مية تكون سخنة، وأحط معاها شوية سكر، أدوبهم وأسيبهم 10 دقايق. لو الخميرة فارت معايا بعد 10 دقايق، عملت رغوة كده وعليت، يبقى الخميرة حلوة وشغالة وهتخمر لي العيش. لو ما عليتش معايا وفضلت مية بس زي المية الراكدة كده، يبقى الخميرة دي مش حلوة، أشيلها خالص، بردت تماما، وأجيب خميرة تانية أشتغل بيها. هنا ببتدي أفضي، شايفين أهو بفضي الهواء اللي جه فيها كله، وابتدي ألمها من أول وجديد. العجينة طرية جدا بس المرة دي الدقيق اللي فيها خلاص مش مخليني محتاجة نهائيا أني أعمل فيها أي حاجة. باخد هنا شوية من الدقيق وأقوم جاية للسطح اللي أنا هشتغل فيه وبرش دقيق بالطريقة دي خلاص، وابتدي أعمل كور، كور الحجم اللي أنا عايزاه، وابتدي ألفها بالشكل ده أهو بالطريقة دي. ببتدي ألفها كده وابتدي أرصهم في الصينية بتاعتي زي ما أنا عايزة، الشكل اللي أنا عايزاه براحتي خالص، بتحكم في شكل أو في حجم الكور براحتنا خالص. أبتدي أضمهم بالطريقة دي ولحد ما أملأ الصينية بتاعتي كلها. عايزة أعملها زي الحلقة أعملها، عايزة أعملها عادية كورة أعملها براحتي خالص. ودايما الخلية لأني هسيبها ترتاح 10 دقايق كمان ملزقهمش في بعض، لازم أديهم مساحة لأنها لسه هتنفش معايا. هكملهم أنا بالشكل ده وهعمل إيه؟ هطلع فاصل وهرجع لكم على طول، تابعونا عشان نشوف خلية النحل ونشوف كمان الكبسة بتاعتنا ونعمل مع بعض إيه؟ طارت الموز، تابعونا. دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين بنقوم عاملين ايه؟ نقوم حاشينها اهو ونقوم قافلين بالطريقه دي. طبعا انا عملت قدامكم الساده وبنعمل كمان المحشيه، يعني انا اخترت ان هنا تكون يعني ما بين المحشي وما بين الساده، انت ممكن تعملي اي حاجه انت عايزاها. فاطمه سلام عليكم. ازيك يا شيف زينب؟ عامله ايه؟ طيبه. ازيك وانت طيبه يا رب. بحب البرنامج بتاعك خالص خالص، اتعلمت منه حاجات كتير يا روحي. الحمد لله من فضل ربنا سبحانه وتعالى. طيبه، عامله ايه؟ الحمد لله زي الفل، منوره الشاشه كلها. طيبين، ببوسك. اموري
لا انا بعمل حاجتك ومية مية طالعة معايا مية مية، بحب البرنامج بتاعك واخواتي وكلهم. يا حبيبتي سلمي لي عليهم كلهم، بنحبك كلنا. يا روح قلبي ربنا يخليك. وانتي طيبة يا حبيبة قلبي، ما نحرمش منك ولا من سؤالك. شكرا ليكي. بعد ما بعمل الخلية بتاعتي وبسيبها ترتاح 10 دقايق بالشكل ده، بقوم واخدة الأصفر بتاع البيضة وأقوم حطاها مع الحليب. تمام، صفار البيضة مع معلقتين كبار من الحليب، بخلطهم حلو جدا. وأقوم نازلة كمان، مش بس كده لأ، بالحبهان عشان بيديني طعم حلو جدا وبيشيل الزفارة كمان بتاع البيض، وبيدي تيست صراحة روعة. وابتدي اخد كده وادهن الخلية بتاعتي. خلاص يبقى انا عجنت خمرت، وبعد كده عملت ايه اهو. وبعد كده قمت مخمراها، عجنتها خمرتها الاول 40 ل 45 دقيقه، وبعد ال 45 دقيقه جبتها فضيت العجينه بتاعتي من الهواء وقمت مشكلاها على شكل كور. حشيت او ما حشيتش براحتي خالص، انا اللي بتحكم في الحشوه اللي انا عايزاها، جبنه بقى، حاجه حلوه، مكسرات، ملبن، اللي انت عايزاه براحتك خالص، لحمه مفرومه متعصجه، تونه، يعني شوفي عندك كل الاختيارات يعني تحت امرك في ايديكي. بعملهم وبحطهم في الصينيه 10 دقائق، ببعدهم ما بين بعض شويه حلوين، بعد كده اقوم سايباهم 10 دقائق، بعد ال 10 دقائق اقوم دهنه الوش بصفار بيضه معاها معلقتين كبار من الحليب وكمان معاهم رشه من الحبهان. بقوم دهناهم حلو جدا واقوم واخداهم للفرن على طول ومدخلاهم على درجة حرارة 180، معليش اكتر عن 180 عشان هيبقى معايا الموضوع صعب جدا، لازم 180. بحطهم في الفرن، اخد بالي لو هحطهم من تحت بقوم يعني مستنية 10 دقايق ياخدوا التحميرة واقوم مطلعاهم على رف فوق. لو انا هشغل عليهم فرن كهرباء بشغل عليهم المروحة واقوم حطاهم في النص. انا عشان عندي المندي بتاعي اللي مطلع الريحة الحلوة قوي هسيبه، وهسيب دول هنا بالشكل ده. طيب دلوقتي كمان مش بس كده، لا هوريكم الخلية بعد ما بتطلع معانا بتبقى شكلها ايه، او يعني الموضوع بيبقى رائع 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 صراحة. تعالوا بقى بصوا معايا على المنظر الجميل والحلو قوي اللي يجنن طبعا، واللي بيدي شكل حلو جدا. الخليه دي بقى ممكن نعملها كمان في حاجه، ممكن نعملها معاها شويه كاكاو ونعجن العجينه مع معلقتين كاكاو كده ويدينا شكل حلو جدا ولون بني. ممكن نعمل كوره بني وكوره عاديه يعني براحتنا. هنا انا عاملاهم بالجبنه الكريمي، وانتوا عارفين الجبنه الكريمي مع الخليه بتبقى الموضوع يعني حاجه حلوه جدا. بدهنهم بشويه من الشيره او اللي هي القطر يعني السيرب، يكون خفيف شويه بسيط مش كتير اهو بالشكل ده، مغرقهمش قوي يعني بسيط خالص. ليه بقى؟ عشان لما اجي انزل بالفستق بتاعي يمسك معايا ويبقى شكله حلو وجميل ولطيف. واكملها بالطريقه دي، ازين الطبق بتاعي بالشكل ده ويبقى معانا حاجه حلوه حلوه حلوه. اهو بالشكل ده بس كده. طيب نيجي دلوقتي نقوم واخدين الله بالطريقه دي ونفضي بقى هنا الحاجات دي، عقبال انتم فرجنا بقى جوعنا الحاجات اللي انت بتعملها فينا يا استاذنا العظيم. اهو عقبال انا ما ايه اشيل لكم الحاجات اللي عندي هنا. شوفوا المنظر يعني حاجه روعه جدا. دي بقى وهي بتتشد كده لوحدها، كل واحده لوحدها وتتاكل، يا الله مش هحكي لكم على الطعم الحلو، مش هحكي لكم على التيست اللي فعلا فعلا يستحق انكم تجربوه. العجينه هشه جدا، حاجه حلوه قوي 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 يعني بمعنى قوي. دلوقتي عندي تارت حلوه قوي برضو، يعني شوفوا احنا كل اللي احنا بنعمله قوي والاحلى من كل حاجه. ما انا بتكلم بس يعني اعيش معاك.
طيب هنعمل دلوقتي، طبعا شفتوا الاكلات الحلوه والجميله والاغراءات، لازم تجربوا الكبسه ولازم تجربوا خليط النحل. دلوقتي عندنا تارت الموز رائعه جدا وحاجه حلوه. سجلوا المقادير لانها فعلا بتبقى معانا حلوه قوي. تارت موز بسيطه وسهله وكلكم ما تعرفوا تعملوها، مفيش حد يقول لي مش عارف اعملها، يعني هتاكلوا حاجه حلوه من ابسط الحاجات اللي ممكن تتخيلوها. بسكوت، اي نوع بسكوت عندك، اطحنيهولي ناعم جدا تمام، ومعاه زبده. يلا بينا، اربع تمرات من الموز، 250 جرام من الحليب المركز المحلى، وكمان كوبايه ونص من الكريمه بتاعه الخفق، كمان عندنا ربع كوبايه من السكر البودره، كوبايه ونص من الدقيق، ولا ما عندناش دقيق هنا خالص معلش، وربع كوبايه من الميه، وكوبايتين من البسكوت، 100 جرام من الزبده المذابه، نص كوبايه من عين الجمل، أو اي نوع مكسرات عندك، وشوكولاته مبشوره للتزيين. هاخد الزبده بتاعتي وهنزل بيها على البسكوت اهو. ممكن نعمل دقيق في انواع تارت تانية، ممكن تخلطوه مع الزبده ومع الكريمه بتاعه الخفق وكمان مع البسكوت، وتعملوا طبقه وتدخلوها الفرن 10 دقائق، وبعد كده نخرجها نستناها تبرد معانا تماما. يعني ده ينفع وده ينفع، الاثنين ينفعوا الصراحه، فممكن نعملها ده. بس انا عايزه اعملها تارت بسيطه خالص وسهله. الكريم او الكرم اللي انتم شايفينه ده لبن محلى مكثف متأثر. يعني ايه يعني لبن محلى مكثف؟ حطيته مده قد ايه تقريبا؟ مده حوالي ساعه بيغلي معانا في حله تكون مقفوله، نقفلها فيها ميه مغليه، ونحط العلبه بتاعه اللبن المحلى المكثف ونسيبها تماما لحد ما تبقى معانا اللون ده اللي انتم شايفينه. هبتدي دلوقتي افرد الصينيه بتاعتي بتاعه التورت، هبتدي افرد فيها البسكوت اللي انا دهنته بالزبده وغلفته بالزبده المذابه. هكبس البسكوت معايا حلو جدا، وهبتدي اعمل له جناب. هنا بقى هبتدي استخدم ايدي عشان انا عايزاها بالشكل ده، بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها اهي، وابتدي اشتغل على هذا الاساس. شوفوا هنا بقى الجناب ممكن اسويها وتبقى الحرف يعني مرسوم، وممكن اعملها بالشكل ده. الحاجات اللي انتوا بتشوفوها في الانستجرام والفيسبوك اللي بتبقى كده بتشهيكم تعملوها، ممكن تعملوها باشكال بسيطه خالص. يعني اهو اهم حاجه تكبس، عايزه تظبطي الجناب هتبتدي تعملي لي كده اهو، شايفه؟ بس كده هنضغط على الجناب بتاعتنا بالطريقه دي عشان تبقى معانا حلوه، بس كده. شايفين خلصت المرحله اللي حضراتكم شايفينها دي، هبتدي دلوقتي اخد مرحله تانيه خالص، وهي ايه؟ وهي عين الجمل. يعني عين الجمل بتاعنا بيبقى بالشكل ده، وابتدي ارص في عين الجمل. انا واخده هنا، ممكن تاخدي فستق، ممكن تاخدي اللي انت عايزاه براحتك خالص. هنا عين الجمل الامريكي، ممكن تاخدي عين جمل عادي جدا مش لازم، وابتدي ارصها بالشكل ده، الفها كلها على بعضها. يعني شوفوا شوفي الطعم بيبقى حاجه من حاجه بسيطه خالص، بيديكي حلو رائع، يعني بمعنى رائع. مش لازم يبقى سليم، ممكن يبقى مهرمش، وتقومي موزعاه كله على هنا بالطريقه دي. شايفين اهو، حالا بالشكل ده، وهبتدي انزل بالكراميل بتاعي من على الوش بالشكل ده، وابتدي افرده على التارت كلها. هاخد انا افرد فيه واعمله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهروح فاصل وهرجع لكم على طول، تابعونا. تعالوا بينا بقى للفرن. اول حاجه اوريكم الجمال بتاع الخليه اللي احنا حولناها طبعا وقلبناها. بصوا 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 بصوا، شايفين كده؟ هي عايزه بس تحميره بسيطه. شايفين المنظر؟
طرية جدا وحلوة قوي 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 ورائعة، يعني الموضوع حلو قوي. مش بس كده، لا ده كمان عايزة بص بصة نعمل كده بالراحة ونشوف نشوف الفراخ بتاعتنا، الفراخ اللي هي عايزة دلوقتي نشيل ده منها وندهنها بشوية زعفران. خليني احط دول هنا عشان تستوي مع او عشان تاخد التحميرة معايا، مع انها ابتدت تتحمر لوحدها زي ما حضراتكم شايفين. اما بالنسبة للرز عايزة اوريه لكم من هنا لاني مش عايزة افتح عليه قوي. شوفوا شوفوا الرز، لا لازم اوريكم الرز وازاي مفلفل وهو بالفرن. اهلا اهلا يا ماما، تعالي كلي معايا. بصوا منظر، لا ده انا ليه حق عندك حق عرب زي ما بيقول. تعالي كلي معايا، قولي لي قولي لي. لا لا اقول لك ايه، يعني خلصت وما عرفتش، بس انا ليه حبايبي اللي بيقولوا لي برضه يا زوز. قولي لي قولي لي، استنوا استنوا انا جايه. قولي لي يا ماما تاني تاني اهو. اقول لك ايه، انا النهارده يا حبيبتي تطلع تكوني بقى هوا وما تقوليليش يا انا بطلع الهوا كل جمعه على طول، بس لا الجمعتين اللي فاتوا كنت كونفي ها مش بتاعتي والله. الحمد لله ان انا لحقتك، الحمد لله اني لحقتك وسمعت صوتك. حبيبه قلبي ما انحرمش منك يا رب ولا من كلامك الجميل والحلو. ايوه كده، نوري نوري يا زوزو، نورينا كل جمعه وكل سبت وكل حد وكله كله. حبيبه قلبي احنا باربع وخميس بس. حبيبه قلبي ربنا يخليك ليا يا رب. ربنا يخليكي ليا يا رب وما يحرمنيش منك ابدا، مامتي اللي بحبها الحلوه. هنا عملنا التورت بتاعتنا، بعد ما بندهنها بالشكل ده باخد الموز اللي انا مقطعاه بالطريقه دي واقوم رصاها، بحط طبقه البسكوت الاول، بعد كده بحط طبقه عين الجمل، بعد كده بحط طبقه الكراميل اللي احنا قصرناه، وبعد كده اقوم حاطه عليها الموز بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، بدخلها الثلاجه واخليها تستنى معايا ساعة، بتلاقيها تمسكت مع نفسها البسكوت مع الكراميل مع الموز كده، بيبقى بقى شكلها ايه قبل وبعد، عارفين اهو ده قبل وده بعد. ايوه كده طبعا، اه طبعا 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 دي حاجة اكيدة. باجي دلوقتي ابتدي ازين فيها. هزين فيها ازاي؟ هبتدي اخد شوية كريم شانتيه مخفوق بالشكل ده في الجناب بتاعتها واقوم عاملاها كده. شوفوا المنظر، يعني حاجه صراحه روعه. هعدي انا الوردايه دي وبعد كده اكمل هنا. شايفين المنظر بتاع الكريم كراميل بقى؟ هنا ممكن تعملي فيه انت اللي انت عايزاه براحتك خالص، يعني ممكن تعملي حاجات كتير، ممكن تزيني بمكسرات بشوكولاته زي ما انا هرش دلوقتي الشوكولاته اهو عشان يديني الطعم الحلو ويبقى معايا الموضوع رائع وجميل جدا. هنا هبتدي، ممكن تعملي بقى انت ده مكسرات، لو انت مثلا عندك مكسرات ممكن تعملي مكسرات براحتك خالص، واعمل كده وابتدي اهو بغرقها من الجنب بالشوكولاته المبشوره الرائعه جدا والحلوه قوي اللي بتديني تيست حلوه جدا 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 صراحه. دي التارت بتاعتي، جميله وحلوه والطعم حكايه مش هقول لكم عليه. عملنا النهارده وصفات حلوه وجميله جدا، عملنا الكبسه الرائعة بالدجاج اللي أتمنى أنكم تجربوها، عملنا كمان خلية النحل الحلوة قوي 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 والهشة جدا، وعملنا كمان معانا التارت. تعالوا بقى أوريكم الخلية اللي خلاص المفروض تكون طلعت، عشان عايزة أوريكم هشاشة العجين وجمال العجين أساسا بتاعنا حلو جدا وحلو إزاي. هنا عايزاها يعني هي عايزه تتحمر شويه كمان، بس انا عايزه اقطع لكم
حته صغنطوطه. عايزه اخد اصغر واحده. شايفين العجينه طريه ازاي وحلوه ازاي؟ رائعه، عجينه هشه جدا وحلوه جدا جدا جدا. يعني فعلا انا لازم تعرفين، بس انتوا سيبوها تحمر شويه كمان. هو ملزق طعمها حلو جدا اساسا. انتوا بقى هنا دلوقتي لما تطلع تدهنوها بالسيرب، ترشوا عليها شويه مكسرات، او اللي انتوا او ما تدهنوهاش خالص، تاكلوها زي حالاتي كده ساندوتشات. تاكلوا معايا. بصوا الموضوع حلو قوي. المهم الوصفات لازم تجربوها وحلوه قوي. لا بس اللي يجرب حاجه تانية الموضوع ويلي ويلي ويلي، طعم رائع، حاجه تجنن، حلوه جدا وجميله جدا. بقول لكم ايه، جربوا الوصفات دي، مخرجنا العظيم هيجوعكم عشان تقدروا تروحوا تعملوا الوصفه النهارده وتقولوا لي رايكم فيها ايه. فرجهم بقى، اشوفكم على خير، باي باي. نزل التردد الجديد 11785. الاستقطاب رأسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.